إلى كل سيدة بتعاني من ترهلات ما بعد الولادة، ترهلات بعد عمليات التخسيس وإنقاص الوزن، السمنة وتراكم الدهون في أماكن معينة في الجسم زي منطقة الفخذين والأرداف وأسفل البطن ومنطقة الذراع العلوية. إذن فإليكم هذا المنتج الفريد والمتميز لعلاج هذه المشاكل بفعالية تامة وبأمان كامل، وهو دي مارك كريم. الكريم ده متميز جدا في علاج المشاكل اللي قلنا عليها، اللي هي ترهلات بعد الولادة والسمنة وتراكم الدهون في أماكن معينة زي منطقة الفخذين والأرداف وأسفل البطن ومنطقة الذراع العلوية. الكريم ده تركيبة متطورة وغنية جدا بالمواد الطبيعية المغذية والمرطبة للبشرة، واللي بتحقق أقصى فعالية في علاج المشاكل، مشاكل تمدد الجلد وعلاج الدهون الموضعية. الكريم ده بيستخدم في الوقاية والحماية من ظهور علامات تمدد الجلد وتحسين مظهر العلامات في حالة وجودها، يعني بيعمل وقاية أو حماية من ظهور علامات تمدد الجلد، وفي حال وجودها بيحسن من مظهرها. تاني حاجة، التخلص من السيليولايت اللي هي الدهون المتراكمة بطريقة كبيرة في أماكن معينة في الجسم. تالت حاجة، بيعمل على إعادة تناسق شكل الجسم بطريقة يعني تكون مرضية جدا للست. طريقة الاستخدام، بيتم تدليك الكريم مرتين يوميا على المنطقة اللي فيها دهون متراكمة، مرتين يوميا بطريقة دائرية لمدة من دقيقتين لثلاث دقائق لحد ما يتم امتصاص الكريم بالكامل، من دقيقتين لثلاث دقائق. طيب الكريم ده بيتكون من ايه؟ الكريم ده بيتكون من مستخلص الزنجبيل، بيتكون من الكافيين لتزويد الدورة الدموية، زيادة نشاط الدورة الدموية في المنطقة اللي عايزين نعمل فيها تخسيس للدهون ديت او ازالة الدهون من المنطقة ديت بشكل موضعي. كمان فيها مستخلص بذور العنب، وفيها زيت السيليكون، وفيها في بعض الفيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين ه وفيتامين ج وضادات أكسدة، بتعمل على نضارة البشرة وبتغذي البشرة وبتجعلها بصورة، بتخليها في صورة رطبة دائما. كمان فيها بعض المرطبات زي البانسينول والجليسرين، فيها كمان الكولاجين، وديت من الحاجات المهمة جدا للبشرة. إذن فهو تركيبة غنية ومتكاملة من المواد الطبيعية والعناصر الطبيعية لإنقاص أو التخلص من الدهون المتراكمة والسيلولايت بطريقة آمنة وطريقة فعالة جدا. يتبقى لنا آخر حاجة في الفيديو ده، إن احنا نقول السعر بتاع دي مارك كريم. العبوة 100 جرام وسعر العلبة 75 جنيه، من الحاجات المتميزة والفعالة جدا في علاج المشاكل ديت بأمان تام. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة تفعيل الجرس. شكرا ليكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.